هذا وتتواصل الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، حيث تشهد محافظة شمال سيناء اصطفاف العديد من الشاحنات بمدينة العريش ومعبر رفح البري. كما يواصل المعبر فتح أبوابه أمام استقبال الجرحى والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية. المزيد من التفاصيل يستعرضها لنا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم. لازالت التغطية مستمرة في متابعة الجهود المصرية الكبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من حيث تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. هذه الجهود لازالت متواصلة، وأيضا معبر رفح لازال يعمل على مدار اليوم. جميع الأطقم العاملة داخل المعبر تواصل عملها لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. اليوم دخل عدد من هذه الشاحنات المحافظة عملة بعدد كبير من أطنان المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، اتجهت لمنفذي كرم أبو سالم ونتسانة للإخضاع لعمليات التدقيق والإجراءات، ولكن هناك طبعا يعني بعض الصعوبات من قبل القوات الإسرائيلية في عرقلة دخول أكبر عدد من هذه المساعدات. وربما كنا نتابع ونلاحظ خلال الأيام الماضية توقف المعابر الإسرائيلية عن استقبال بعض هذه الشاحنات نظرا للأعياد هناك، فبالتالي هناك اصطفاف كبير لهذه الشاحنات. ونحن نتواجد في إحدى النقاط والساحات في مدينة العريش الممتلئة بكل هذه الشاحنات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه ساحة ونقطة من ضمن ساحات ونقاط عديدة في مدينة العريش التي تستقبل كل المساعدات الإنسانية من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، كان آخرها التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي الذي قدم القوافل المختلفة، وكان آخرها القافلة السابعة التي دخلت لقطاع غزة، وأيضا مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي يقدم مبادرة حكاية خير من خلالها يتم دعم الإخوة الفلسطينيين من خلال بعض يعني القوافل وأيضا الفعاليات التي تتم للتعبير عن التضامن معهم، وأيضا المعبر الذي لا زال يستقبل كل الجرحى والمصابين. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.